تعالى رخم يلا يا باشا. انا بدات يا باشا. الله اهو التغير تعديت منه. انا بدات بس انا مصدوم من الحلاقه. انت نضفت قوي. انت اخدت دش يعني؟ اتحممت يعني؟ استحميت يا باشا؟ والله ما استحمى. والله ما استحمى. انت عارف ان انا معفن الجروب. انت نضفت قوي يعني، باين عليك جدا ان انت بقيت بتلمع كده زي سيف الدايموند اللي بيدك. هو ده سيف دايموند؟ يا اسطى عيب يا اسطى، انت كده بتهزقني. طيب ممكن بسرعه تعلن عن اللي انت عايز تعلن له يعني؟ السنبوكسه. بص يا جماعه، السنبوكسه دي دي جبتها من مكان حرام، طعمها حلو قوي ماشي. بس انا قلت لمراتي ان هي وحشه عشان احنا جايبينها جاهزه من بره. ايوه، لان لما بتعملها احلى بس صراحه دي حلوه ماشي. ما حدش يقول عشان انا ما اتفشخش. انت فضحتك بجلاجل. على كل 40,000 مشترك. طيب بص يا باشا الرجاله الجامده بتاعتك. الرجاله الجامده، الاداره يعني، الروين يعني، الاحتراف يعني، ماينكرافت. بص في لمه تحت بتعمل كده. بس ولا تعمل. استنى شفت انت فيديوهات زمان اللي هو بيقول لك ايه؟ شاهد لما تصلي. بص انا اللمه دي، بص. ايوه، حط لايك قبل ما تخش النار. ان لم تضع لايك فاعلم ان الشيطان قد منعك. بقول لك ايه، احنا بقالنا دقيقتين في المقدمه. بص يا رجاله، شباب، اداره وار، الجمدان، الاساطير، بتوع الرقبه دي يعني. بصوا روقوا علينا في المبا دي، عايزيننا نستخبى ونبقى بقر وحيوانات يعني. انا عايز ابقى ايه؟ حيوان. انا عايز ابقى بقره. عايز ابقى حيوان. فيلا يا شباب، قبل ما نبدا انزلوا تحت اشتركوا في القناه كده وروقوا علينا باللايكات. عايزين نلغي في كل فيديو كده لايكات. اوكي. بالمناسبه والمصحف لا دبسك. بص لي والله. لا بص لي، انا اللام اللي معلش. بص لي كده. بص لي. ايوه بص لي. انا بكلمك والله. بص لي عايز ايه انت؟ عايز ايه؟ بس انت لو وصلت 50,000 مشترك هتوزع على المتابعين 10,000 روبوكس. حصل. وما تشيلهاش في المونتاج. والله تم. مش هتتشال في المونتاج. والله تم. خلاص. 10,000 روبوكس اول ما نوصل 50,000 مشترك يا شباب. تمام كده؟ طب اقول لك على حاجة. اختار انا واحد من التعليقات اللي على الفيديو ده من الناس اللي هتشترك في الفيديو ده. يعني هينزل يشترك في دلوقتي في القناة من الفيديو ده. يعني انت كنت مشترك قبل كده، شيل الاشتراك وحطه في الفيديو ده. يا عم هنختار واحد ونديله يا عم روبوكس، بس مش هحدد القيمة بتاعت الروبوكس. دلع نفسك بقى. خلاص احنا قلنا 10,000 هنوزعها وانت هتختار واحد هنديله سبيشال جيفت يعني كده، هدية خاصة لي. صح؟ ايوه. طب هو انا مؤاخذة بس في اللفظ يعني، انت وبومبا عمين بتوزعوا هنا وهنا وهنا، مفيش حاجة للعبد الله الغلبان يعني. يا حبيبي ما انت فلوس متلتلة على. بقول لك ايه، انا هروح استخبى يا باشا. يلا يا جدعان كله هيتحول للموت. لا استنى، انا هعمل قوانين. اول راوند انت اللي هتدور علينا. يلا يا رجالة اجهزوا عشان هنتفق على الراجل ده. اهو انا مستخبي هنا. بص انت محتاج ان انت تعرف ان اللاما بتف ماشي؟ ما انا عارف يعني للاسف. فانا مختارك الراوند دي عشان كده. اجي؟ لا استنى، ده احنا لسه بنقول يا هادي. استنى. طب يلا. استنى بيه، استنى اهو. يلا رجاله استخبوا. بس اللاما رقم 33 بعد اذنها تستخبى كويس ماشي؟ يلا باشا. بص اللاما دي لسه فاكره، دي كانت نايمه اصلا. يلا اجي انا فشت واحد اهو. امسكوا اعمل منه شاورما. انا ما اعرفوش. فشت واحد. اعمل منه شاورما. فشت واحد. تعال يا يلا رجاله جاهزين بالتفه. ايه ده انت هتف كمان؟ اهو ايوه. فشت واحد ومات. انا بنعرف نتف يا بيه. لما نتلاقي بتف معاك تعرف ان دي احنا. بص مبدئيا انتوا لاما صفرة تمام. انا لقيت واحد اهو. اطلع يا فين ده يا اسطى؟ فين ده يا اسطى؟ فين؟ اهو فين يا اسطى؟ اهو خلاص. انت راجل ظالم على فكرة. في واحد هنا بيبص لي. فين بقى؟
اهو تعالى. انا اول مره اشوف لما بتبص على فكره عادي يعني. هو انت مش عايز يبقى احنا كلمات يبقى لنا حريه راي؟ الو الو انا شايف لما بتحدفك بالطوبه شفت والله شفت لما بتحدفك بالطوبه استنى انا شايف لما صغيره. تعال 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 شفتك تعال 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 قتلته. ما 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 استنى في 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 لما بيضة هنا بس انتوا مش لما بيضة احنا لما صفرة. تعال 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 قفشتك اطلع. يا ابن اللذينة ده انت. يا مين ازيك يا باشا ازيك عامل ايه كويس؟ انا قلت اما تحاول لما كده مقطقطة حلوة وبسمسم بس الموضوع فشل مني الموضوع وسع بس يا عم بس يا عم انا ده انا ده انت خليك بره طيب انا بره انا كنت جاي بس والله ما بتمشى طيب بص انا كلامك انت فاضل كام وقت انا لقيتكم كلكم ولا لسه فاضل لك دقيقه يا اخي في لمه صغيره بس انا شاكك فيها والله شاكك فيها والله يمكن تكون بقى هي يعني محدش عارف بس انا من رايي ان هي ممكن ما تكونش هي اللمه الحلوه ايوه ايوه انت عارف ان تعالى تعالى يا كتكوت تعالى ده 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 واحد يا رب يكون واحد منهم ما طلعش واحد يا اسطى شوف يا اسطى ما طلعش واحد يا اسطى حرام عليك حرام عليك طيب شباب حرام عليك اللي مجنون بصوا لي كده ما حدش بص له ولا عبط يلا بيضحك عليكم انت انت بص له انا انا اهو اهو في واحد بيبص لي هنا تعالى انا بات الناس وخلاص ولا مش ناس دول ولا ايه انا شايف واحده انا شايف لاما انا اول مره اشوف لاما بتصلي في ماينكرافت قسما بالله فينها اهي الله اكبر لاما ده راس من تاني هنا تعالى تعالى انا اقول لك على حاجه لقد خلقنا الله احرارا انت انت طب طب لاما دي بيضه خالص طب انت بتقتلها ليه طيب يا مثلك انت انت معلش انا عايز استنى عايز ازود التحدي ده بيهرب ايه طب فاضل كام واحد كده استنى عايز اعرف فاضل كام واحد انا قلبتك قلبتك سيرفايفل جرب اضرب لاما يا ابني انت انت ضربتني حولتني وانا لسه استنى بس خليه يتف عليك حاول انت تلاقيهم واللي تضرب واللاما اللي تضربها وتلاقي تف عليك تعرف ان دي لاما بجد يلا تف عليه ايوه في لاما هناك ايه ايوه حل عليه حل عليه حل عليه اهرب 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 ده بيتف بس بس الورد بص بص راس اللبن خلاص روح تحول روح ادخل جوه مين مين فاضل مين فاضل يا اسطى احنا عندنا بقول لك ايه وينفع اعمل فلاي انا عايز اطير بس علا 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 عايز اطير عايز اطير بس ايوه معاه اهو يلا رجعت لي الجمود هلا حل عليها الاولاد تعالى تعالى يلا طلعت تجري حل عليها حل عليها ضيعته ضيعته فين فين مش حل عليها بس يا باشا انت طلعوا كلهم جوله ايوه بيه ترى استنى استنى فاضل واحد استنى فاضل واحد اهو اهو تعال هنا حل عليه حل هنا حل عليه حل عليه حل عليه لما هربنا في عنبر سبعة بقول لك ايه اللي جايه دي يا تامر هتبقى من اصعب المرات اللي انت هتدور علينا فيها ليه بقى فيليجرز لان احنا هنبقى احنا فيليجرز يعني هتسمع منا يلا كده ماشي طيب يعني حاولت الفيليج يا لورد يا لورد انا بحبك حدف عليا بيض ليه انا اسف يلا بينا اروح ورا ادي ادي ثواني ونكون جاهزين يلا جهزتوا النهارده في اجتماع للكرويين ماشي دلوقتي الايرون جولم عايز حسابه واحنا مش لاقين ناكل فاحنا هنزرع ونقصد ونحاسب الايرون جولم جهزتوا ماشي انا شفت واحد بس يا رب تكشفش مكان عبيط بس لا بس البدله الخضراء هتاكل منك حته والله يا استاذ فيلجر ده انت بص فيلجر ايه ده بص الفيلجر ده حاجه عظيمه جدا 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 يعني تلات واحد ولا ايه طيب طيب هتروح فين هتروح فين ما هو راسك مجلتش إذا راسه مجلتش عندك يا عيني يا ابني يعني لو فضلت تهرب لبكرة عمال يجري زي الفرخة زي الفرخة زي الفرخة الداخل تعال طب ليه ليه خطفته كده من انا بس قتل ده استنى عيني
اديله انا بالجر. وقف، طب وقف. شفتك خلاص. وقف يا جدع. اقول لك توقف. ايوه اطلع بر. خليك بعيد انت عشان انا شفتك. طيب فيلجر غلبان. ايوه غلبان قوي. الفيلجرات الصغيرين بتوعي موت. خليك برا، اللي تقتل خليه برا. ايه ده ايه ده في ايه؟ مستغرب من ايه ده؟ الفراغ دي نشاط اجتماعي. فيلجر بقول لك ايه، خليش الواد ده يقفش. ماشي. على فكره انت تصدق بان انت من شركه. انا شفت واحد. تعال انت. انت لا، هو انت عمال بتدبح في العل ايه؟ حرام عليك. لا دول مش فيلجرز، دول ناس. بص هنا في واحد برضو يا اسطى. انت طلعت اربعه، انت طلعت خمسه. ايه يا اسطى؟ ايوه انت عارف ازاي؟ انت ايه؟ بص يعني زي الفيلجر ده مثلا مش ببص لي. موت. بصوله يا رجاله، بصوله. تعبت تبدل؟ تريد ان تتبادل معي القرويين؟ لا استنى. نعم. بص الفيلجرز كلهم عمال يبصوا للراجل ده. هلو فيلجرز، لم نخسر الليلة عضوا جديدا من الفيلجرز. وي ار كونتينرنا. اوعى اوعى وشك والسخان. انت بتضرب اللي بره ليه؟ مالك باللي بره؟ انا ضربت واحد من جوه. شباب ابعدوا عشان ابص عليهم. بيبصوا على مين؟ يا اسطى انت كده فاضل مين؟ على فكره هم بيغشوك. ده مش عادل، ده مش عادل. لا ما تنتش. استنى، فاضل مين؟ فاضل كم واحد؟ هو احنا يلا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 بره. كم واحد؟ 1 1 2 3 4 5 6 7 فاضل 2. الله يرحمهم يا رجاله، الله يرحمهم الاثنين، الله يرحمهم. ده واحد ده واحد كده. فاضل واحد صح؟ يا بي. وهو مزنوق عندك. انا شفته والله. خلاص مات، قتلته صح؟ لا لسه في واحد جوه من الداري اهو يا عم. اتقتل بره. ايه ده والله بجد؟ انت خلصت علوم؟ انت بتدبح في العيال كده؟ لا ولا بس انا حاسس ان في واحد ناقص. انت متاكد؟ انا مش مطمن للفيلجر ابو ملايه ده. ابو ملايه لا فاضل حد. احنا كم واحد برا؟ تعالوا بالله عليكم تعالوا. انا عرفتهم كلهم خلاص. انت شلت الفيلجرز كله؟ انا شلت الفيلجرز كلهم عشان اكشف لك اذا كان في واحد غريب كده ولا كده. الراوند الثاني انا اكسب. يا فكره بقى، انت راجل بتخم عشان هما بيغشوه. لا بص، اصل كل الفيلجرز بيبصوا عليكم يا عبيط. يلا هروح استخبى دلوقتي. دور ايه؟ حصان. يلا. لا الحصان صحابي. الحصان يلا يا باشا. يلا طب اوكو وحصان. يلا انا جبت لكم سدلات وجبت لكم تفاح. ليه بقى؟ لا بس انت لازم تفهم ان احنا احصنه بريه. ما بنحبش اي نتعامل معاه. انت فين؟ هلبسك سدل. انت فين؟ لا يابا مش انا، مش وربيس تليل بالصدر. بص الحصان ده بياكل. الحصان ده بياكل. تعال انت. ده بياكل. الحصان ده بياكل. ده بياكل. احنا في خطر. كله بياكل. احنا في خطر. ده بياكل. ايوه. كله بياكل. ده بياكل. مم اديني مامو والنبي. اسكت عايز اسمع ده. ده بياكل. اوكي تعال انت. ده بيلعب سمد. يا حول يا اخوانا. ده مش بياكل. ولا قفشتك. اطلع برا. يا عيني. يعني بص اترمى برا. تعال انت خليك برا. ايه ده؟ يلا رجاله تفاح تاني. تفاح يا شباب. حد عايز ياكل تفاح؟ حد عايز مين عايز تفاح؟ انت عايز تفاح؟ حد عايز ياكل تفاح؟ بيقول لي اه. هلا رايح فين يا مجر؟ بيقول لي
حد عايز تفاح شباب؟ اللي عايز تفاح يا اخر سلام. تفاح يا رجاله، اللي عايز تفاح يجي هنا. انا مش عايز تفاح، انا مش عايز انا تفاح يا عم. استنى اديني صوت، في تيم بش علينا. اسايد اسايد، حد يلحق الناس اللي في اسايد يا جدعان، الحقوا اخواننا. ايوه بشوا بشوا يا اسطى. انت في حصان بيبص لك بصه اللي هو ايه، بيصغر لك يقول لك انت منين يا منين فينه، بص لي ثاني جدعان. تقنيه التفاحه دي مش هتنفع، احنا لازم نلاقي لها حل. كل يفتح بقه وخلاص. تعال 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 فشتك، تعال تعال يا ابيض، تعال اديله اديله يا بيب دلوقتي خلاص. تفاح سدل. لا بقى جت عليا. تعالى بقول لك ايه، انا راجل غلبان، سيبوني في حالي. استنى استنى، في واحد بيرجع. استنى مش عايز تلبس؟ تعالى تعالى. مش عايز تلبس، مش عايز تلبس السدل. ها مش عايز تلبس ليه؟ ليه ليه يا مجرم؟ طيب سدل تاني. محدش عايز يلبس؟ انت بقى يا عيني يا عيني. ولا مرة ليه؟ طيب ليه ليه كده كده كده؟ فاضل حد؟ استنى، هو كم في كم حصان برا؟ اثنين اربعة تعال خمسة هنا. تعال هنا. مش عايز تلبس سدل ليه؟ كده كم واحد؟ واحد اثنين اعدهم ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة، فاضل اثنين لسه، فاضل اثنين واحد، وانا فاضل عارف واحد. مكانهم، انا عارف مكانهم على فكرة. ها عايز سدل؟ لا عايز سدل. انت عايز سدل؟ انت مش عايز سدل ليه؟ ها مش عايز سدل ليه؟ استني استني اديني صوت. تعالى تعالى، مش عايز تلبس ليه؟ تعالى هنا تعالى. عايز تلبس سدل باشا. كسبت المرحله الثالثه، كسبتها. يبقى احنا رجاله مالناش غير حاجه واحده بس، كوكو كوكو عالتشيكن عالتشيكن. يلا بينا شوية سيدز بس بعد اذنك. لا لا جايب لك، انا هدلع عليك يا باشا، هدلع عليك. جعانين والله يا اخي جعانين. ايه ده 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 ده، انا شايف مدافع. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده يا رجاله، في ايه؟ دي المدافع دي اللي احنا مجهزينها. الو ده احنا مجهزين لك، ادخل لنا بس كده. الله يا رجاله. ايه ده ده عليه، هجوم عليه هجوم عليه هجوم عليه. ولا ولا اديله اديله. بص بقى يا رجاله، الفرخه اللي تضرب تطلع تجري، الفرخه اللي تضرب تطلع تجري. اضربوه هدوه اهو، امشي كل اللي دول. اضربوا المنار اضربوا المنار اضربوا المنار. ايه ده ايه ده ايه ده؟ في ايه؟ بقول لك اضربوا المنار اضربوا المنار. الراجل ده شكله كده ما جربش عضه ال. تعال انت تعال تعال شفتك، تعال تعال شفتك شفتك. ايه ده؟ انا قتلت واحد نزل فراخ. زقلوا بالبيض. يبقى ده كان فرخه بجد، يبقى ده كان فرخه بجد. تعال تعال تعال. انت مش متخيل كميه البيض. انا ابيض. ايه ده؟ انا عايز سيف اقوى من ده. مفيش ازاي. ده لا اقوى حاجه. قتلت واحد هنا اهو اهو اهو. تعال هنا تعال هنا يا اسطى. انا مش عايز اضربك بس انت لحد دلوقتي ما قتلتش ولا واحد. لا بتهزر؟ قتلت بجد والله. السجن فاضي، السجن فاضي. ما هو في حد هنا بينزل دم؟ طيب هو في فرخه بتنزل دم؟ ايوه يا اسطى، مال بتنزل شربه. بس 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 اللي ده عمال بيضربك. حب البيضه حب البيضه يا مجرم. تعال 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 شفتك، تعال 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 يا مجرم، تعال شفتك بتجري. تعال يا اسطى انت شفت ايه؟ ده انت ده انت ولا ابوها داخل. ده انت لو فضلت محل مشواك مش تعمل كام على الفراخ؟ في ايه؟ وين الراحه؟ طب انا قتلت حد اصلا؟ رجاله ورسول. ايه ده؟ الخرفان دخل علينا. يا نهار اسود، الحقونا يا جدعان. الشيب داخل علينا، الشيب الشيب داخل علينا. نهار اسود يا نهار اسود. طب اقول لك على حاجه، انا عايز حاجه بس، ممكن تديني جيم مود ثواني بس؟ ثواني. انت كده انت عايز تغادر العوبان. لا 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 ثواني بس، جيم مود ثواني معلش. اسمه ولف، لا اسمه ولف اسمه ولف. ايه يا اسطى الكلام ده يا اسطى؟ ليه كده يا اسطى؟
ليه يا استك يا نهار اسود الحول اغلنا الحول كوكو كوكو يا جدعان ويا نهار اسود انا اتكلت يلا. طب انا ذنبي ايه كفرخه يعني انا عملت ايه كفرخه انا دلوقتي انا كفرخه ماتت اديله ماشي بص 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 بالله عليك بالله عليك ده يرضي ربنا انا كفرخه ليه يحصل ليه مش هتخرج غير بالطريقه دي يعني ليه كده يا استاذ ليه حرام عليك ده احنا اخواتك. بص يا استاذ انا عندي حل لكل حاجه يا تامر لازم تفهم ان وور بيست عنده حل ليها. في حد هنا بيحدف بيض لسه. اوه اقفشوا سيبوش يا عيني يا عيني يا عيني في واحد مزنوق جوه وحتك يا بره. ولا تامر اي فرقه مبدئيه يبقى هي خش عليهم حل عليهم حل يعني ده ميت ده البقال اللي ده ايه ده مين شال الكلاب؟ بص يا صوت حل على الفراخ دي تعالى حل على الفراخ دي وانا مش هفوت لوحدي. بص يا اسطى في فرخه مستخبيه ها خلي بالك من الفرخه المستخبيه خلي بص طب بص حل عليها امشي عليها خلاص مش كده فرخه صغيره مش قادر. بس لا 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 ده كتكوت ما قدامش حد. طب ليه كتكوت؟ طيب ليه كتكوت؟ طب انا اقول لك على حاجه. بص يا تامر الحياه دي فرص. ايوه ماشي وانت لازم تكون دايما جاهز ومستعد لايه؟ لاي حاجه ممكن تحصل. ايوه طب ليه يا ور ليه احنا عملنا لك كارت الشاشه عمل لك ايه بس قول لي. بص اي حد مش هيعمل لايك هعمل فيه كده هتفنجره؟ هنفنجره. طب بص بس انت عارف انا هنزل هنا فجر انا عايز اشوف الاحساس. يا لهوي تمر طار تمر على العراق.